لليلة عنا عودة على أهم الأخبار والأنشطة الثقافية اللي كنا تداولناها في طوق الياسمين على امتداد الأسبوع. إن شاء الله تعجبكم الفقرات اللي باش نقدموها. شكرا لطوق الياسمين. باسبور عرض يكسر الحواجز بين الانماط الفنيه، فما سلام، فما المسرح، فما الموسيقى بنواحه معناها من الاوبرا شونتوز ليريك امل سديري، فما الروك، فما البلوز، فما التانجو، فما الريغي، كل شيء موجود، فما اللغات زادة العربي الفرنسي الانجلي. شنو الاخر هاك تشوف امل سديري تنجم تصورها هذيك المغنيه الاوبيراليه فهمني، وفما اللبسه اللي تشوفوا فيها معناها انواع وانماط من اللباس. خاطر اللعبه الكل انه احنا توانسه ماشي وتتسكر في وجوهنا في السفر، دونك قاعدين نحاولوا اون سو ديغيز باش يقبلونا في بعض البلدان. انت فعلا معاك منين جيت فكره العرض؟ فكره العرض كيكا معناها كيفاش جيت؟ جيت عامين تالي، عامين ولا اكثر شويه تالي، مع عيد غانم قلنا يلزمنا نعملوا سبيكتاكل هكا مقربع فيه برشا حاجات وخماضة ومش كان بالعربي برك، ويتوجه للناس كل التوانسة بيان سور هذيك أول حاجة، ما زاد يتوجه للجنسيات الأخرى، وهذا هو المبتغى وإن شاء الله يعجبكم سبيكتاكل. هذا الشعب تحسه تسمع حسه حكيته بدات بوح بوح خرج من كير الشر ويوعوع ناوي على الخنن العائلة تبشبش وتعشعش وهو يفشفش ترعرع تتحتح وبطبط ولا يتمتم يجغجغ يبربر ويوكوك يبحبح ويبطبط ويتمصمص في البانو أمه خالط عليه تقبقب وتقنقن وتطبطب عظهر وتلكلك ولدي يدندن يطنطن ويفنفن دغدغتلو اللي يدلدل والفرخ يقهقه كي 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 كا 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 البوقة مخلخل يعشعش يعرعر ويكشكش وامه تدلل فيك
تاع تحس بس وتعاش عشرين من ثم لثم ولاش الفرخ يهشش ويدقدق يفتفت ويدفتف يزلزل ويزعزع زاد تنعنع حتى هو يمشمش ويمخمخ في المشخشخ يفعفع في البلاد ويزقزق بالموبيلات. نوفوتي في السبكتاكل هذا انه اول مره في تونس تصير انه الجمهور عنده الحق في اختيار نهايه العرض. فما زوج نهايات ممكنه في العرض هذا، نهايه واحد ونهايه اثنين، وبطريقه ديمقراطيه فما ابليكاسيون اسمها ايفي او في او اي غريك. دونك سيد نعمان لحيمر بارتنير نتاعنا في المغامره هذه. دونك الناس تاول اللي باش يدخلوا ديجا قبل ما يدخلوا فما ليكيب هذو نتاع ايفي يقولوا لهم راهو كيفاش تيليشارجيو الابليكاسيون على تليفوناتهم. دونك يتيليشارجيو الابليكاسيون من بعد يقعدوا في اخر سبيكتاكل باش تجيهم الناس باش تقول لهم اختاروا هذه ولا هذه، وهما يختاروا ويخرج الريزلتا على الاكران. مثلا خرجوا 58% كذا و 42% كذا، دونك 58% هما اللي اختاروا النهايه هذيك واحنا نتجهوا للنهايه هذيك. معناها انتم محضرين زوج نهايات؟ احنا محضرين زوج نهايات، والنهايه اللي تختارها الاغلبيه بكل ديمقراطيه احنا باش نفضوها. هذه حاجه جديده اول مره نشوفوها. اكزاكت، اول مره في تونس ما سمعتش بها قبل. D'un sujet plus que bateau, les balades en mer. Croisant les doigts, levant les voiles et prenant le large. Croisons les mers, en barque de pêche, navire de guerre ou bateau de croisière. Je traverse la mer jusqu'à l'autre bout de la Méditerranée. De Tunis marine jusqu'à Marine Le Pen, qui me demande de ne pas jeter l'ancre. Pourquoi ne pas jeter l'ancre, Madame Le Pen? Elle me répond, c'est même pas la peine. Il y a trop d'étrangers parmi nous, à commencer par moi-même. Pen est un mot anglais qui veut dire stylo en français. Je la prends au mot et je prends mon stylo et je noie ma peine dans l'encre de ma peine. Moi, qui voulais tant jeter l'encre par-dessus bord, dois-je me contenter d'une encre sèche? أمال سديري كما قلت لك مغنية أوبيرالية وعازفة كمانجا، عيد غانم عازف جيتار، رمسيس زينتي عازف باس، ومحمد بالي عازف باتري، والعبد لله انتربريت معناها سلامور ممثل وساعات نغني. نقول لك معلومه نشوف يجيك التراك ولا لا، فما برشا ناس البر في بالي كومبلي الحمد لله. فما تراك؟ بالعكس التراك يتيح كي يكثروا العباد. وقت يجيك تراك يجيوك اربعه من الناس تقولش باش نعمل كيفاش. اما كي تعبى بالعكس اكبر شيء خلى للارتيست هو انه سالت تدمع الحمد لله. انا باش نعمل اكومبانيمون بالفيولون وفوكاليز مع سلام وباش نغني كونتي بارتيرو. سي اون شانسون ليريك. اول مشاركه هذيا؟ لا لا اون فيت عملناه برشا مرات. مش في عرض باسبور عندك ظهور اخر والا اول مره؟ عندي ظهور اخر. نعمل دي كونسير ليريك معناها يعني ابار السبيكتاكل نتاع باسبور وفوالا.
say goodbye. Bye, Ezzy. Che io lo so, e tutto è vissuto con te. Adesso sì, rivivrò con te. Partirò. بهدف تنشيط الحياة المسرحية ونشر ثقافة تلقي فنون العرائس لدى الطفل، نظم المركز الوطني لفن العرائس مهرجان مسرح الطفل وفنون العرائس في دورة 16، أيام تنشيطية وعروض ومعارض وورشات القناع لفائدة الأطفال من 6 إلى 12 سنة ونقاشات يعمل من أجلها المركز. المهرجان عبارة على 15 يوم، 15 عرض مسرحي. ال 15 عرض مسرحي هما أولا افتتح بتقديم مسرحية جديدة لقال الثعلب، وهي مسرحية مهمة لأن تحمل عرائس الخيط، وهذا النوع من العرائس لم عنده 23 سنة المركز الوطني لفن العرائس لم يقم بعرائس الخيط، وهذا توجه فني وبالنسبة لنا. ثانيا قام المركز هذا بشراكة فعلة مع مهرجان نيابوليس في تقديم 6 عروض مسرحية أجنبية، نقاو تركيا مصر، هنا باش يتغذى الطفل من يعني الطفل اللي موجود في تونس ولا في بالبعد الثقافات الأخرى، بالثقافات سواء كانت من روسيا من تركيا من الأجانب. إلى جانب ذلك قمنا ببرمجة لأحسن العروض المسرحية المتواجدة في الساحة، وهنا نشكر وزارة الشؤون الثقافية اللي قامت بدعمنا بدعم المهرجان هذا. ثانيا قوموا بالنقاش بعد العرض، مهم جدا النقاش، أن بعد ما يتولى الطفل مشاهدة العرض لمدة ساعة ولا ساعة ساعة ودرجين يقوم بنقاش العرض، وهنا يطرح تساؤلاته، يطرح أفكاره، يطرح توجهاته زادا. ونعرف هنا زادا في النقاش هذا للمستوى متاع الطفل، وهنا لما يصير اللقاح ما بين المجموعة الفنية والمجموعة اللي كانت تتفرج، ثم دربة كبيرة على النقاش، على ثقة في النفس للطفل، يربح يسر امتيازات مهمة جدا، وأنه يعرف يعبر في نطاق مبين. أنا من قربة، وقربة عندها عادات في كل رأس عام هجري يشريوا للأطفال عرائس الحلوى اللي هي كبيرة، سواء سردوا أنواع مختلفة من العرائس يحطوهم في مثرت مع الكسكسي مع الزبيب ومع الحلويات واللوز، وكل طفل يشريه له عروسة سواء أولد أو سردوك أو فارس أو طفلة بنية دجاجة غزالة، هذوما يصنعوهم في نابل وبيعوهم في الوطن القبل الكليكي، يحتفلوا برأس العام الهجري بالطريقة هذه بالعرائس للأطفال. دخلت للمسرح بصفة عامة، قريت في المعهد العالي للفن المسرحي وقريت في المعهد في الأخر زادة قريت في المعهد للفن المسرحي. المسرح ولا عندي غرام وهواية واحتراف. ورشة اليوم هي ورشة على القناع، كيفاش الأطفال يلونوا الأقنع متاعهم، حضرهم أنا الأقنع يلونوهم. هذه الحصة الأولى تلوين حر كما قاعدين نشوفوا، حتى الأهالي نجموا يحضروا باش يعاونوا وليداتهم، هذا المطلوب. وهي وهذا انطلاق من عرض أنا عامله القناع والحياة. المسرحية هذه تبدأ بورشة كيف من هذه، يتفرجوا في الـ في الـ في الـ في المسرحية، يخرجوا يلقاو الاكسبوزيسيون هالأشياء هذه كلها معروضة للمشاهدة.
باش نتفرج على مسرحية متاع الرأس يا أخي عجبتني برش، ولات ديما تهزني ديما تهزني باش نتفرج على المسرحيات. ناتاليا سمعنا بحكاية الورش، وليت كل ما تجي ورشة نحب نشارك فيها. مماتي خاطر سمعت بالكلام يا أخي قالت باش تقيدني. أول مرة تجيبون؟ إيه. شنو يعجبك؟ عجبك الجو هوني وتتعلم؟ إيه. قاعدة زين في الماسك متاعي. الألوان شنو اللي اخترتهم؟ ألوان الكل. أنا حضرت المرة اللي فاتت في الورشة واحدة أخرى. الورشة الرسم على الحائط. وعلاش يعجبك في العرايس؟ باش تواصل فيه الميدان مغروم بيه؟ كيفاش تعلقت بيه؟ انا المرة اللي فاتت تعلقت في الرسم ونحب نزيد نقوى اكثر في الرسم، ونشجع الناس الكل مش تجي لهنا وتتدرب وتفرش المسرحيات وتشارك في اشتباك فيلم مصري جديد يعرف هذه الأيام بقاعات السينما يتحدث عن الثورة المصرية. عربة تابعة للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين وشخصيات تمثل كافة أطياف الشعب. يتفاعل داخلها عدد كبير من الشخصيات ضمن دراما تتضمن لحظات من الجنون، العنف، الرومانسية والكوميديا أيضا. زين تعب أوحش عنده في باب الأماكن المغلقة. زين شاهدنا العرض الأول المخصص للصحفيين لرصد آراء الفنانين ومنتج الفيلم. بالعكس ما حدش فيهم واخد باله اصلا. كان فيلم افتتاح قسم نظرة الدماء في مهرجان كان، والفيلم بعد كده راح مهرجانات كتير. من جوائز المهمة اللي حصل عليها هي جوائز مهرجان قرطاج، يعني الثلاث جوائز اللي حصل عليهم في قرطاج كان وجهة نظري من أهم الجوائز اللي حصل عليها الفيلم. أول عرض للفيلم في يعني أول عرض تجاري بعد قرطاج هو الكوليزير. طبعا أنا سعيد لأن القاعة دي قاعة ليها تاريخ كبير وقاعة من أكبر قاعات أفريقيا، وأنا حضرت فيها عرض ممتاز لاشتباك وقت مهرجان قرطاج. كانت يعني 1800 مشاهد في القاعة، كان في طاقة وشعور يعني حلو جدا بعد العرض. يعني اتأكد ما فيش عسكر تاني غير الناحية دي. يا جماعة الوضع اللي كان فيه، وحتى الآن يعني بعض المجتمعات العربية في وضع اشتباك ما بين أو انقسام، ممكن نقول عليه انقسام ما بين فئات الشعب المختلفة في لحظات فارقة في تاريخ العربي المعاصر بالتحديد في مصر. يعني في 2013 في شهر 7 وشهر 8
كانت فترة فيها انقسام كبير وكانت فيها صراعات كبيرة في الشارع، صراعات ما بين الشعب وبعضه وما بين الشرطة ومتظاهرين، ويعني كانت فترة صعبة جدا، وإحنا لسه بنعاني من يعني على المستوى السياسي والاجتماعي لسه بنعاني من بعض هذه الظواهر، بالرغم إن في طبعا تقدم كبير على المستوى السياسي في مصر والأمني وكل حاجة، لكن الفيلم مش معني بس بالسياسة، هو معني بالقضية الإنسانية بشكل أكبر، فكرة التعايش وإن إحنا كلنا في عربية واحدة في الآخر، إحنا لازم نلاقي طريقة إن إحنا نعرف نتقبل الآخر، نعرف يبقى فيه لغة حوار، يبقى فيه وسيلة للخروج من النفق المظلم اللي إحنا كلنا فيه. يعني واقع السينما في مصر شنو الحال بعد الثورة؟ فما أفلام، فما إنتاجات، فما حركية؟ عام 2016 بالنسبة للسينما المصرية كان من أفضل أعوامها من يمكن أكتر من 10 سنين أو أكتر، يعني كان في حركة سينمائية، كان في أفلام مهمة، كان في إيرادات شباك تذاكر جمهور، نتمنى من المزيد طبعا، لأن احنا مصر 90 مليون نسمة، يعني احنا نتمنى أن احنا يبقى فيه بدل ما يبقى 35 أو 40 فيلم نبقى بننتج 100 فيلم، ويبقى فيه إيرادات أكبر، ويبقى فيه تواجد أكتر للسينما المصرية في المهرجانات الدولية والأسواق الخارجية، وأعتقد أن سنة 2016 كانت خطوة في الطريق الصحيح. يعني ترشي حتى في السينما في تونس في تطور، فما أفلام سنة، فما إنتاجات تونس 2016 يعني من أفضل الأفلام على مستوى المهرجانات اللي احنا شفناها سواء عربية أو عالمية، كانت أفلام تونسية. أنا شايف أن السينما التونسية برضو في ازدهار، أن في دار عرض صحيح قليلة بس في جمهور، والجمهور التونسي يعني أنا فوجئت وقت ما كنت هنا في قرطاج أن الجمهور التونسي من فعلا جمهور عظيم، يعني جمهور عريق وبحب السينما بجد وشعب متزوق للفن. يعني هو أنتم بتعملوا هنا إيه؟ طب أقول عليكم أن إيه؟ بالغلط والله يا جدعان أخير يا إخوان، والله العظيم يا إخوان، يعني ممكن من التليفون واحدة بس هتحل في وقت فلوم ده كله ده كامل راكش. بص التاني ده بيعمل ايه؟ بصوا بصوا يا اخي بقى خلوا فراغ، يعني انت بابا عمين يعني؟ احنا صحافة 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 أنا بعمل شخصية حسام، موظف بسيط جدا عنده حلم وطموح إن ابنه يطلع في مناخ جميل وتبقى في حريات وحاجة تؤدي إلى إن الجيل الجديد اللي هو ابنه ده يعيش في حياة أفضل من هو عايش. ده حسام، شخصية حسام. والفيلم اشتباك شنو هو معناته الفيلم؟ أعطينا لمحة. فيلم اشتباك بيتكلم عن أزمة ما بتحصل لمجموعة من المصريين داخل عربية الترحالات، بيخشوا العربية مختلفين بيخرجوا من العربية متصالحين. ما عنديش فكرة واضحة، ولكن عندي فكرة صغيرة على فيلم اشتباك، اللي هو فيلم يعتبر جيد وفيلم ممتاز، لأنه قريت شوية برك عليه، نعرف اللي شارك في مهرجان كان أخيرا، نعرف اللي تحصل على الجائزة في أيام قرطاج السينمائية، نعرف اللي الفيلم خاص يعني ان بو سبيسيال بريسك ان ويكلو، ما يلقب بالويكلو في السينما، يعني ذول الاحداث الكل تصير في باص نتاع هي حافله نتاع شرطه باقه باللغه نتاعنا التونسيه. دونك الخصوصيه نتاع الفيلم هذايا خلتني نجي اليوم نشوف الفيلم هذايا، مع العلم انه فما جيل جديد من المخرجين الشبان المصريين اللي قاعدين بالحق يقدموا في إضافة للسينما العربية بصفة عامة، فما برشة تجارب ممتازة فهمت تستحق أو تستحق التشجيع، ويزمنا نشوفه احنا خاطر نتقابلوا ساعات في بعض المهرجانات، دونك نعرفوا شوية بعضنا المخرجين اللي من الجيل هذا الكل. دونك الفيلم ان شاء الله يلقى نجاح في تونس لأنه بالحق مهم، والناس اللي حكيوا عليه الكل قالوا لي الفيلم ممتاز، دونك ان شاء الله العباد تجي تتفرج
بكثرة. بعد إذنك. ان شاء الله معاكم من البدايه بعطيكم صوتي بالانتخابات. لا هو مش موضوع انتخابات، هو حضرتك يعني عضو منتظم ليك اسره وبتدفع اشتراك وكده. لا هو محب، لكن انا اخ منتظم ومحمد اخويا. طب استاذنك احنا هنيجي على جنب عشان الناحيه دي تبقى الاخوه المنتظمين بس بعد اذنك. ثواني لو في حد تاني في العربيه من الاخوه منتظم من فضلكم يجي هنا ويرفع ايده. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفقرات الثقافية اللي قدمناها لكم في بيستوف الليلة، وإن شاء الله نتمنوا أن نكونوا ديما حاضرين في أغلب التظاهرات الثقافية اللي نقدموهم من خلال توق ياسمين. وفي النهاية مقعد كان باش نقول لكم كنت تصبح على خير وباي باي. شكرا لطول.